اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجاربي المختلفة في الحياة. موضوعنا في هالحلقة بعنوان نحن الأسئلة. دانا، ما هو السؤال الذي غير حياتك؟ لم يكن سؤال طرح علي، بل كان سؤال نبت في روحي وأخذ يكبر كشجرة. كان حاضراً معي في كل مكان، أنام ولا ينام، يضرب بجذوره في كل مكان حتى لم يعد هناك متسع لشيء غيره. كنت في 26 وسؤالي كان: هل هذا هو كل ما هنالك؟ Is that all there is؟ ما كانت لبذرة هذا السؤال أن تكبر بهذا القدر لو لم يخصبها رفض دفين لما آلت حياتي له آنذاك. أصابتني الرتابة واعتقدتها روتين وشتان بينهما. الروتين منطقة أمان مأهولة بالسكان الدائمين ومحببة للكثيرين، بينما الرتابة مقيتة وسامة. كانت حياتي رتيبة إلى أن وجدت الإجابة فأزهرت الشجرة. اليوم لن أضيء أباجورة لوحدي. دانا مدو أتتني من الكويت حاملة معها أفكارها العميقة وتحليلاتها الشيقة وآراءها الثرية لتشاركني تقديم هذه الحلقة. دانا هي رئيس تنفيذي وأم لطفلتين ليان ولورا. نتحدث اليوم معا عن السؤال. التساؤل والتفكير وجهان لعملة واحدة. نحن لا نتساءل دون أن نفكر، وغالبا لا نفكر دون أن نتساءل، لنفتح بأسئلتنا عوالم جديدة ونوافذ شاسعة باتجاه المجهول. فجميعنا نملك أسئلة بداخلنا، بعضها ملح وعاجل، وبعضها مؤخر ومؤجل، بعضها مسؤول ومحفز يحركنا باتجاه أهدافنا ومعنى استخلافنا على هذه الأرض، مثل: من أنا؟ لماذا أنا هنا؟ وما هو الإرث الذي أريد أن أتركه؟ وبعضها انهزامي ومحتج: لماذا أنا؟ لماذا الآن؟ لكن ليه كل شيء يبدأ بعلامة استفهام؟ وليه التساؤل هو البذرة الأولى لكثير من الإنجازات العظيمة والفتوحات الكبرى والشركات الرائدة؟ لأن التساؤل فعل شجاع، يذكرك بأنك لا تعرف كل شيء، ويحثك على أن تتصالح مع جهلك وتنطلق باتجاه المجهول. فالتساؤل الجميل يعيد النظر في الافتراضات ويشكك فيما قد تعتبره من المسلمات، ويبحر في محيط لا نهائي من الاحتمالات. التساؤل ليس حكراً على الأفراد، بل هناك شركات نهضت مدفوعة بسطوة السؤال وأتقنت طرحه ماضية في رحلة البحث عن إجابة له. What if there's life out there in the universe? What if a rat wanted to cook hot cuisine? What if our toys that, you know, are all around us actually were sentient and can come alive? Pixar من أكثر الشركات التي أدركت قوة السؤال وقدرته على استثارة الخيال وتحفيز الإبداع. فأسلوب سردها القصصي يعتمد على سؤال ماذا لو؟ What if؟ ماذا لو نطقت لعبة وتحول فأر إلى شيف شهير، وكان هناك وحوش داخل خزائن الملابس، ومن ثم بناء القصة بعد التحليق مع مئات السيناريوهات وآلاف الاحتمالات. شركة نتفليكس التي غزت العالم اليوم بأكثر من 125 مليون مشترك، استثار فكرة تأسيسها سؤال طرحه ريد هاستينغ على نفسه، وهو يدفع غرامة تأخير تسليم أفلام استأجرها. لماذا علي أن أدفع هذه الرسوم؟ ماذا لو أسست شركة تعمل كنادي صحي؟ تستطيع استخدام
كافة خدماتها مع رسوم مسبقة، فأسس نتفليكس وضم مكتبة ضخمة من الأفلام والمسلسلات إليها. I've actually always found something to be very true, which is most people don't get those experiences because they never ask. أما ستيف جوبز فكان مدفوعاً بسؤال What's next؟ أو ماذا بعد؟ ماذا بعد الآيباد والآيفون والآيباد؟ وهو من قال يوماً إذا فعلت شيئاً وانتهى به المطاف ليكون رائعاً عليك أن تقوم بشيء أكثر عظمة. لا تتوقف طويلاً بل اسأل نفسك ماذا بعد؟ وبالرغم من أننا نعيش في العصر الذهبي للسؤال كما يسميه الكاتب وارن بيرجر، فالموارد مشرعة على مصراعيها ومحركات البحث مفتوحة على مدار الساعة لترحب بجميع أسئلتك باختلاف مجالاتها ومقاصدها ولغاتها، إلا أن أسئلتنا باتت مكررة سطحية ومتوقعة لدرجة أن جوجل الذي يستقبل ما يقارب 3.5 مليار سؤال يومياً سيسبقك لإكمال السؤال قبل أن تخط الكلمة الثالثة. الإنسان مفطور على السؤال، والسؤال حق إنساني أصيل. السؤال هو أصل الحرية، ولا تأتي الحرية إلا من رحم التساؤل. يضحد السؤال المسلمات من الأفكار، والحر الحر حقاً لا يقبل بفكرة معلبة. يتحسس البعض من التساؤل ويخاف السؤال خوف المؤمن على إيمانه من الضياع، ولكن ألم يسأل نبي الله إبراهيم من الأسئلة أكبرها وكان بعد ذلك الخليل؟ أنت تسأل لتكون، ورحلة البحث عن الإجابة هي الحياة الحقة. أن تعيش في العمق لا السطح. ولكن لماذا السؤال؟ أنا عندي سؤالين للشيخ. تفضلي مهند. يا شيخ أنا استعمل قطرات حبة عيون. نعم. وفي ناس يقولها تفطر. اليوم لدينا سوق منتعشة لبرامج الأسئلة الدينية والعاطفية، فهاتف تلك المحطات لا يتوقف عن الرنين مع إطلالة كل موسم. شخصياً وبدافع الفضول أتابع هذه البرامج باحثة عن سؤال عميق وفذ قد تتفتح معاه مداركي وتتوسع آفاقي في مجال أخذ صبغة المتوقع والمألوف، إلا أنني أسمع أسئلة موسمية رتيبة تخرج من صناديقها العتيقة دون تفكير أو تغيير أو تجديد. لكن لماذا خبت جذوة السؤال وانطفأت شعلة الفضول؟ نظامنا التعليمي يلعب دوراً جوهرياً في ذلك، فمدارسنا وما يدور في أروقتها من مواد دراسية وأساليب تلقينية نشأت في العصر الصناعي The Industrial Era الذي كان يهدف لتخريج عمال طيعين يتلقون الدروس بصمت كما يتلقون الأوامر بخنوع. باعتقادي الشخصي أنظمتنا التعليمية جعلت منا متلقين من الدرجة الأولى، متلقين فقط وخبراء أرشفة، وجعلت التنافس فيما بيننا مبني على الذاكرة لا البحث. يركز تعليمنا على سؤالين: من ومتى؟ من اخترع المصباح الكهربائي؟ من اكتشف الجاذبية؟ متى قامت الحرب العالمية الثانية؟ من قائل هذه الأبيات؟ من ومتى؟ بينما الأسئلة الأكثر جدوى هي لماذا؟ كيف؟ ماذا لو؟ من ومتى؟ أسئلة أحادية البعد لا يرتد منها سؤال آخر ولا تصل معها لأي عمق. سؤال، إجابة، نقطة على السطر، كل ما عليك هو أن تحفظ الإجابة. بينما كيف، لماذا، ماذا لو هي مساحات لا تنتهي، سؤال يلد الآخر واكتشاف بعد اكتشاف. لا بد لنا أن نغير السؤال. دعونا نعود خطوات إلى الوراء
ونتعقب مسيرة الطفل دخل إلى المدرسة كعلامة استفهام وخرج منها كنقطة على السطر، إذ تقول الإحصائيات بأن الطفل من عمر 3 سنوات وحتى 5 سنوات يسأل أكثر من 40,000 سؤال، إلا أنه وبعد دخوله للمدرسة تبدأ شعلة الفضول بالانطفاء. لكن هل نلوم المدرسة وحدها؟ لا أعرف كيف يغفل الكثير عن أمر بديهي مثل النمو ويتعاملون معه على أنه مقتصر على الأبدان. ماذا عن العقل؟ عقل طفلك أليس من قائمة اهتماماتك؟ كل سؤال يواجه بمقاطعة، استهزاء، لا مبالاة أو إجابة مقتضبة غير مكترثة تكون الصوت الداخلي لطفلك. اسأل نفسك، ما هو الصوت الذي تتركه في ذهن أبنائك؟ هل هو صوت محبط؟ قمعي؟ صوت يضطهد جميع الأسئلة؟ هل حولت طفلك من كائن مندهش تلمع عيناه عند كل جديد، متعطش للمعرفة، محب للأسئلة، لكائن غير مكترث ولا مبالي؟ اسأل نفسك. بقصد أو من دون قصد، يلعب نظامنا الاجتماعي دوراً محورياً في قمع السؤال حينما يقاوم بزوغه بشعارات اجتماعية سلطوية مثل أنا أبخص، مو وقته، هذا السؤال أكبر من سنك، فيكبر الفرد صامتاً وضائعاً وهو يجهل الكثير، ولعل أبرز ما قد يغيب عنه لماذا لم يكن مؤهلاً كفاية ليسأل، أو بالغاً كفاية ليعرف، أو حكيماً كفاية لينتقي التوقيت المناسب. السؤال فعل، ولكل فعل ردة فعل، ولكن ليس كل ردة فعل ترحيبية تفتح الأبواب أمام السؤال وصاحبه، وليس كل سؤال ينشد المعرفة والاستنارة. هناك أسئلة تبدو في ظاهرها كسؤال وفي باطنها أمور أخرى، استهجان، فرض سلطة، تقليل شأن، انتهاك خصوصية. هذه ليست الأسئلة التي نحن بصددها. عداوة السؤال تتجلى في بعض المدارس الفكرية والأيديولوجيات التي تحارب التفرد وبالتالي تخشى الأسئلة. إن كان السؤال كما سبق وذكرت أصل الحرية، فأعداء السؤال هم أعداء الفكر الحر. وإن كان من مصلحة تنظيم ما أن لا تفكر، فعليك أن لا تسأل. يجرم السؤال والتهمة هي التشكيك. السؤال يساوي التشكيك، والانتماء يتطلب الولاء. الغير منتمي خارج، والخارج يتم إقصاؤه. لا تسأل ولا تتساءل إن كنت ترغب بالانتماء. وينطبق هذا الأمر على منهج فكري يبدأ من سلطة أب عليك إلى اضطهاد مجتمع لك خوفاً من تفردك الذي يبدأ بسؤال. في النهاية ينقسم الناس لقسمين، ناس لديهم سؤال وآخرون بلا سؤال. أصحاب السؤال هم المفكرون الأحرار، المبدعون، الحالمون، المتجددون، وعديمي السؤال هم لا يهمهم أن يعرفوا من هم. أخيراً، ما هو آخر سؤال عميق طرحته على نفسك؟ وكم قضيت من عمرك في حالة تساؤل؟ هل أوقدت تلك الأسئلة شرارة البحث عن ذاتك، عن رسالتك، وعن دورك وأثرك في هذا العالم؟ أم أنك استكنت لأول إجابة وجدتها على الطريق لتبقيك في حالة خمود وركود؟ فنحن الأسئلة التي نطرحها، وحياتنا هي رحلة الإجابة عنها.